إجراءات احترازية اتخذت في عدد من المستشفيات تحسباً لأي حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا. بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا سجلت 4 حالات مشتبه فيها، تبين بعد إجراء التحاليل عدم إصابتها بالفيروس. Donc c'était des patients âgés de plus de 50 ans. واش لاحظنا عندهم؟ كامل المرضى اللي كانوا هنا كان عندهم مشكل واحد اخر، يا اما دونك مرض مزمن، دونك كان عندهم هذا الشيء هذا. الحمد لله في الحالات الاربعه ما كان عندنا حتى كا اللي كان فيه الفيروس، دونك كورونا فيروس. اي دونك جاونا تو سامبلومون دونك لا غريب سيزونيير، دونك اون افي دونك لو H1N1. Et là aussi, elle peut être aussi grave que le coronavirus. On a réservé 3 boxes d'isolement. Donc, les 3 boxes à dos, c'est là où on a laissé le malade. On a laissé un problème avec le coronavirus. تجهيز 3 قاعات للعزل وتوفير المعدات الطبية ووسائل التعقيم لمواجهة الفيروس من بين جملة الإجراءات الوقائية المتخذة، إضافة إلى التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة لعلاج المصابين. رانا في اون اون سيلول لجنة اون سيلول دو في دو سيرفيلونس كي سيرفي لا مالادي على مستوى كل المستشفى اللي فيه اختصاصين واحد اخرين تاع الريات وتاع الانعاش كيما هذا والابيديميو تاع البيولوجي وتاع اللي معنيين بالابر، وثاني في لا سيلول هذه كاين لا فارماسيان صيدليه تاع السبيطار معانا، هي عند راكم تشوف فيها عندها اون بلوز، عندها النظارات وعندها الكمام هذا تاع اف بي 2 اللي هو يخليك ينقي الفيروسات اللي يجوا من برا ما يخليهمش يدخلوا عندك، سي سولوي كي بروتيج لو بلوس. اسبوع يمر على ظهور اول حاله اصابه بالفيروس في الجزائر، الحصيلة الإجمالية بلغت 5 إصابات مؤكدة في وقت تبقى فيه الإجراءات الوقائية أولوية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.